بالنسبه للفريق ديالنا كيستعد المقابله الجايه بواحد الاهميه كبيره، لانها مباراه ماشي بسهله. نتمنى ان شاء الله نزكيو الاداء ديالنا اللي قمنا به في المقابله الاخيره، اللي قدرنا من خلاله نحققوا عدد كبير من الاهداف. نتمنى ان شاء الله نكونوا حاضرين هجوميا كيف كنا في المقابله الاخيره، ونسهلوا علينا اللقاء ان شاء الله في الدقائق الاولى، وتخولنا نتاهلوا للنهائي ان شاء الله، ونكملوا بواحد النسق اللي هو تصاعدي، مباراه احسن من مباراه حتى المباراه النهائيه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نحققوا اللقب اللي جينا على قبله ان شاء الله.